بالنسبة للوداد حنا بغيناها تربح بعدا بشي نتيجة اللي غادا تفرحنا، واخا دابا راه شي الماتشات الاخرين ما فرجتناش صراحة، ديال الله ما فرجتناش، وكنتمناو هذا المدرب يتأقلم مع اللعاب ويعطي نتيجة مزيانة. المقابلة شوية غتكون صعيبة حيت الفريق نجم الساحل ماشي فريق سهل، المساح كلشي كيعرفوا الألقاب ديالو، نتمنى من الله اللعاب يكونوا في النهار ديالهم وينتصروا نحسموا النتيجة هنا باش نمشيو عندهم تونس الملعب ديالهم نلعبوا بواحد أريحية، حيت باقيين تابعين ماتشات ديال البطولة مأجلين، باقيين تابعين نصف النهائي ديال كأس العرش. الجمهور الصراحة ديما كيكون في المواعيد، ديما كيساند الفريق ديالو في أي منافسة كيكون، إن شاء الله يكون جمهور كبير وغادي نشوفوا الاحتفالية إن شاء الله. الماتش ديال غدا إن شاء الله خاص الوداد تربح فيه لأنه آخر تشالنج انترناسيونال، والفرقه دابا بدات تلقى لي زوتوماتيزم ديالها سورتو في الماتش الاخراني، شفنا دي زاكسيون خاص غا لا فينيس. الجمهور عندنا ما نقولوا عليه باين دونور غادي يدور، هي الاولى في الكوب داراب والكوب دافريك من ايامات فابريس اونداما ولي كوب اللي زقلنا، دابا ولاو لي كوب تنديوهم كاملين. بغيت نقول اليوم كيبانوا الكيشيات على الصباح وباقيين خاوين، ولكن هذا ما كيعنيش بان الجمهور ما غيحضرش بكثر، يعني كما كتعرفوا جمهور الوداد البيضاوي يعني دائما انا شحال من مره كنجي كنشوف هنايا ما كيكونوش كيكون بحال هذا الشكل هذا ديال الكيشيات كيكونوا خاوين، وكنتفاجئ بحضور ديال الجمهور ديال الوداد. بالنسبه لي انايا عندي اربعه ديال الاصدقاء ديالي غنمشي غندي لهم اربعه التذاكر، كاينين شي وحدين حتى هما كذلك ومثال بحال الشكل ديالي كيتكلفوا الوحدين اخرين، وكاين شي وحدين بالنسبه لي كارت، وكاينين سميتو الوزيز كذلك، ولكن هذا الشيء ان شاء الله ما كيعنيش بان الجمهور ما يحضرش بكثره، وان شاء الله غيحضر بكثره وغتكون واحد النتيجه ايجابيه اللي غترضي الجمهور. ومن هذا المنبر كنشكر جمهور الوداد البيضاوي اللي دائما كيكون وافي وتابع الفريق ديالو، والحمد لله ما كيكون لا شغب لا حتى شي حاجه. ومن هذا المنبر كنبغي نهني فريق الرجاء البيضاوي، وكنتمنى ليه ان شاء الله من القلب ديالي انا ودادي كنبغي نتمنى ليه ان شاء الله التاهيل من مصر. السلام عليكم بعدا، وانا رجويه انا عيجيه مسخره، ولكن ماشي مشكل، روح رياضيه وديما وداد وديما رجاء. خاصنا نشجعوا في هذه المباراه، خاصو يفوز باي طريقه كان، حيت مده كبيره باش شحال هادي ما شفنا الفريق الودادي في كوب داره. غنربحوا ان شاء الله وغادي نتاهلوا، الماتش غيكون زوين ان شاء الله الرحمن الرحيم. لا غيكون الجمهور ان شاء الله غيكون. الوقت غادي بشويه بشويه. عادي ولكن نهار الماتش كيبان جمهور الوداد، حنا واخا كنغيب على الوراق كنحضروا نهار الماتش، فهمتي؟ المقابله غتكون ان شاء الله تكون مزيانه، ونتمنوا الفوز فريق الوداد، وغتكون مقابله كبيره ان شاء الله. ما تنظنش غتكون غياب الجماهير، غادي يكون ان شاء الله الجمهور، غيكون الجمهور كثير ان شاء الله. دابا المدرب يلاه جا جديد، فهمتي؟ باقي يلاه كيتعاقل مو هذا ماشي مشكل. من بعد الماتش النجم الساحل غيبان كيفاش المدرب غادي يسير هذه المباراه، وراه غنربحوا ضرور، راه خاص نربحوا هنا ضرور، وغياب الجماهير كل واحد حسب الظروف ديالو، كاين اللي خدام كاين اللي قاري، فهمتي؟ واخا الماتش جاب السبش عشان على حساب فلوس بنادم كاين اللي ما عندوش، ولكن بنادم راه كيقطع، راه ماشي ما قطعش، راه في بنجلور كاين الاوراق، بنادم راه مخيط الاوراق.